اللي غادي يتم المنخرطين وذوي حقوقهم اللي كينتميو للتعرض ديال عمالي موظفين الادارات العموميه. هاد المنخرطين ديال التعاضديه من اليوم اصبح بامكانهم انهم يتصلوا بهذا الرقم ديال الهاتف 05 22 46 46 66. هذا هو الرقم باش يستافدوا من هذه الخدمات كلها اللي كاينه. من بعد غادي نعطي الشركاء ديالنا غادي يشرحوا هذه الخدمات وشنو كتحقق هذه الخدمات وشنو كيمكن لها دير هذه الخدمات. وبوغ توت انفورماسيون اذا كانت المنخرطين ديالنا باغيين توضيحات فماشي هذا الرقم هو اللي غادي يتصلوا به، يتصلوا برقم اخر وهو 05 37 76 96. دونك اليوم المنخرطين ديال التعاضد ديال عمه سمحوا ساهل عندهم الولوج للخدمات الصحيه اللي كانت واحد الوقيته صعيبه عليهم، وهذه الباقه هي اللي غادي تخدم لهم وتسهل لهم هاد الاجراءات هذه. وهذا الشيء باش وصلنا له ودرناه اليوم راه بعد ما درنا سلسله ديال اجراءات كبيره في التعاضد. اولا التواجد ديالنا كان ضروري باش تفهموا علاش كنا كنحلوا المكاتب ديال القرب، علاش كنا كنعزوا التواجد ديالنا عبر التراب ديال المملكه. كنا كنتواجدوا باش اليوم كذلك المنخرطين ديالنا ما يلقاوش الصعوبات باش يحطوا الملفات ديالهم وباش ياخذوا البطائق ديال الشامل. اي واحد الى الان غادي يلقى سهوله لا باش يحط الملف ديالو ولا باش ياخذ البطاقه. حتى الا بغى المعلومه من فم شي واحد يتجه لشي بيغو من هاد لي بيغو اللي كاينين وهاد المكاتب ديال القرب اللي كاينين وغادي تكون عنده هاد المعلومه. المساله الثانيه ما جينا درنا الشامل حتى اننا ديفلوبينا لي بريستاسيون اللي هما عندنا داخل المؤسسه. وكذلك هيئنا الاداره. دونك مادام تهيئه الاداره تواجدنا ديفلوبينا اللي عندنا كان من الواجب انه خص الاستفاده تكون كبيره بالنسبه للمنخرطين ديالنا وماشي غير المنخرطين اللي كيتواجدوا بين الرباط دار البيضاء قنيطره. خص المغاربه كاع المنخرطين اللي هما موجودين في انحاء المملكه خصهم يستافدوا من هذا. لجأنا لي بارتنير ديالنا وعطيناهم هذه المجموعه ديال الخدمات اللي كانت مطلب. جميع اللقاءات اللي كنا كنديروها مع المناديب ديالنا وكذلك مع المنخرطين ديالنا ومع اعضاء المجلس الاداري ولقاو لنا هاد لافورميدال. وهذه غير البدايه ديال لافورميدال. نعطي الكلمه شكرا للشريك هو غادي يوضح اشنو هو المجهود اللي داروا باش لقينا هاد لافورميدال ومن بعد عاد نعطيو للشريك الاخر باش يشرح لي بريستاسيون.